وجه سياسيون في حزب العمال البريطانية تحذيرا لزعيم الحزب كير ستارمر من أن حزبه قد يخسر مقعده بسبب موقف ستارمر من التصعيد في قطاع غزة وعدم دعمه وقف إطلاق النار. وانشقت مجموعة من وزراء الضلع عن ستارمر خلال الساعات الماضية للتعبير عن دعمهم لخطورة وقف إطلاق النار في غزة، إما من خلال تأييد صريح أو من خلال مشاركة طلب من مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال، وذلك بحسب صحيفة إنديبندنت البريطانية.